إيمانا منا بوحدة موقفنا في جميع المحافظات الثائرة بوجه الظلم والفساد والاستمرار الفاسدين في تجاهل مطالب الشعب الحقه، ولعدم وجود نية حقيقية عند الكتل السياسية الحاكمة للبلد في تحقيق الإصلاح الحقيقي، نعلن التضامن التام مع أخوتنا من ثوار العراق في مسيرة سلمية موحدة من الزيتون إلى الحبوبي، وذلك في يوم 10/5 في الوقت نفسه ندعو عشائرنا الأصيلة وأهلنا في محافظة ديقار للوقوف معنا في مطالبنا الحقة، ذلك للتخلص من حكم الجور والظلم لما نتعرض له من قمع وترهيب. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. اليوم أعزائي المشاهدين نتحدث في بداية الحلقة ونطرح تساؤل جوهري، هل سوف يستطيع مصطفى الكاظمي الذي تم تمرير جزء من كابينته الحكومية يوم أمس في البرلمان، هل سوف يستطيع توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الفترة القادمة مع الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط؟ ومعروف أنه العراق يعتمد على النفط بنسبة 99% تقريبا في موازنته السنوية، ومعروف بأنه لغاية الآن وإحنا في الشهر الخامس لم يتم التصويت على ميزانية عام 2020 في البرلمان. طبعا الشهر الماضي، في نهاية الشهر الماضي، النائبة في البرلمان هدى سجاد تحدثت في مقابلة تلفزيونية عن موضوع الرواتب، وقالت بأن رواتب الموظفين فيها حرج كبير وهناك أزمة حقيقية في الحكومة بسبب قلة الموارد المائية. خلونا نشوف هذا التصريح للنائبة هدى سجاد ونرجع لكم. نعم. وشفتوا رواتب الموظفين الدولة والمتقاعدين مؤمنة لو أكو خطورة؟ فيها حرج. فيها حرج؟ حرج كبير. هاي مو خوش بشارة. لا هي مو هاي الحقيقة. أنت لازم تضم على شعبك. يعني إيش قد أكو تعثر بعد؟ بيا شهر. يعني أستاذ خلي نيجي بالمنطق. إحنا نبيع هسه وفق الحصة مليونين. زين. إذا مليونين ب 19 البرميل. زين. الواحد. بال بال بالشهر بالسنة. شقد إحنا نحتاج 6 تريليون شهرياً حتى نأمن رواتب موظفين ومتقاعدين. وقت المعاناة تبدي. هو هسه شهر رابع بمعاناة. أنا أول أمس جيت بالمالية. مو أمس. قالوا لك. أول أمس. المرة رحت المالية. رحت أجيب شايف ذوي الإعاقة والاحتياج الخاص المسنين. طيب. هذول نقلة الدوار، فمن نزور دار المسنين لحد الآن ما عندهم أكل. يا بليش قال والله موازنة تشغيلية ما جايتنا. جبت الكتاب خدته ورحت خدته بالاحتياجات الخاصة ورحت أمس، مو أول أمس، أمس زي. أمس أنا بوزارة المالية، سيد الوزير رايح بقليم كردستان خايف على الوزارة، عنده موقف سياسي، سيدة الوكيلة عندها اجتماع. طيب. شفت السيدة مدير عام المحاسبة إيش قالت لك؟ قالت لي ست تصير بمكاني. هذا الكتاب يقول لقلة لشحة السيولة المالية تقرر صرف رواتب فقط موظفين، منحمات الرعاية الاجتماعية، رواتب العقود ورواتب المختارين. ايش لقيت؟ لقيت مدير عام مال كهرباء قاعد ما عنده إيجور مال كهرباء، يعني الكهرباء راح تطفي بالعراق لأن لازم يسدد للشركات اللي يصون وكذا. فبالتالي الأزمة ليست واقعية. أنت تبيع جزء بتريليونين ومصروفك 6 تريليون. فلذلك هسه أنا أعتقد يعني فيها حرج كبير الرواتب. بلي. مقبلين على أزمة. لذلك كل فلاس شحة. إذا ما تعدل وضعنا عندنا لازم ناخذ يعني هاي رادي حلقة كاملة أشرح لك على لكن إحنا أكو إحنا أمام تعثر في تسليم الرواتب وتوزيع الرواتب. بلي. أكيد يعني برميل النفط تصعد. نعم. يعني كلام النائبة هدى سجاد واضح، رواتب الموظفين فيها حرج كبير بسبب شحة الموارد المالية، وهذا سبب طبعا السبب الرئيسي هو الفساد. السبب الرئيسي الفساد في العراق المستمر منذ العام 2003 ولغاية الآن. يعني معروف أنه العراق في إحدى السنوات وصلت الميزانية مالته إلى 140 مليار دولار، وكان يعاني من أزمة في توظيف الخريجين في ذلك الوقت، وكانت عمليات النهب والسرقة والفساد تجري على قدم وساق وأمام أعين الناس وبدون أي محاسبة. اليوم من صارت الأزمة
راح نشوف يعني لا سمح الله انه احنا مقبلين على أزمة في العراق. هناك حديث انه ربما يتم اقتطاع نصف رواتب الموظفين او اقل او اكثر، راح نشوف خلال هذا الشهر. هذا طبعا هذا اللقاء للنائب هدى سجاد كان في نهاية الشهر الماضي شهر 4. اليوم اختارينا مقطعين نوضح فيها جزء يسير جدا، جزء يسير لعمليات الفساد اللي جرت وتجري في العراق. مقطع حديث للقاء متلفز مع احدى القنوات العراقيه للنائب انسجام الغراوي، تتحدث فيه عن صفقات الفساد اللي تصير على مستوى وزاره الهجره والمهجرين. تحدثت فيها عن مناجل زراعية، المنجل بالعراق معروف عند العراقيين، المنجل اللي يحصدون بالحنطة والشعير. الجماعة مشترين للنازحين مناجل ب 64 مليار دينار، ب 64 مليار دينار عراقي. هاي صفقة. صفقة ثانية قوالب مال ثلج بمليار دينار للنازحين، وصفقة أخرى كذلك للنازحين على أساس علاج بخمسة مليارات دينار عراقي، علاج نفسي. هو النازح خيمة ما لاقي، النازح فراش ما لاقي، ما لاقي تمن ومرقة ياكلها، شو يسوي بالعلاج النفسي؟ خمسة مليار دينار. خلونا نشوف مقطع انسجام الغراوي النائبة في البرلمان ونرجع لكم. موضوع يخص مثلا وزارة الهجرة والمهجرين مثلا. نعم. أول مرة أطرحه. وموضوع آخر لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مثلا. نعم. هناك اتفاقية مع البنك الدولي، اتفاقية الحكومة العراقية في الدورة السابقة بخصوص تخصيص 200 مليار دينار عراقي إلى العوائل النازحة اللي موجودة. جيد، رقم جيد. هذا من طيب أنت أبواب اليوم الصرف من اطلعنا عليها تنصدمين صدمة. كمثال مثلا أعطيك 5 مليار دينار علاج نفسي مثلا، انت شو تسوي لعلاج نفسي؟ هذا جيد، خلينا نعالجه نفسيا. انت راح تبني له مكان اليوم للعلاج النفسي ولا تخلي له كرسيين وانت تاخذ الباقي؟ طيب هسه نريد حتى لو كرسيين ومعالجه. طيب لا اصدمك حتى بالباب الاخر للصرف، وهو هذا يخدم المعوزين هو ايضا الجهه المنفذه وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. لكن طيب. اعترضوا واعترضنا ايضا احنا كلجنه عمل والشؤون الاجتماعيه على ابواب الصرف. زين. انت اليوم جاي تخدم العاطل عن العمل من ابناء النازحين بعد من ضمن ابواب الصرف. يعني اتصور 64 مليار دينار محراث ومنجل ايش تنجل به؟ منجل ست ميسون، شو يسوي بالمنجل؟ هذا نازح. طيب. هذا يجوز طالب جامعة، يجوز طالب متوسطة، يجوز كاتب، يجوز فنان. تطي منجل شو يسوي به؟ من صرف هاي الفلوس؟ اتفاقية الحكومة العراقية مع البنك الدولي. سافرنا إلى عمان للقاء البنك الدولي وملتقوا بينا كلجنة عمل وشؤون الاجتماعية، اعترضنا على هذا الموضوع. عملهم مع الحكومة مو مع نعم مع الحكومة، لكن الجهة المنفذة هي لجنة عمل وشؤون الاجتماعية. صدمة مثلا وزارة الهجرة والمهجرين باتفاقات مليارات على مناجل على ثلج. ثلج لتبريد الماء، قطع الثلج. طيب انت بدل ما تصرف لك مليار اسوي معمل ثلج، لكن هذا ابواب للسرقه مو ابواب صرف يا ناس. سمعتوا اعزائي المشاهدين، يعني سبب الدمار الماليه في العراق، الموازنه، الاموال اللي تضيع في العراق بسبب فساد الوزارات والسياسيين المتحكمين بمصير العراق. 5 مليار دينار علاج نفسي للنازحين، 64 مليار دينار منجل زراعي، مليار لقوالب ثلج. كذلك هناك مقطع سابق، طبعا أنا اخترت يعني هذا المقطع السابق لأن فيه سخرية كثير ومع الأسف هو حقيقة يعني بحسب النائب هيثم الجبوري. هذا مقطع سابق راح نشوفه للنائب هيثم الجبوري ويتحدث عن صفقات الفساد. يقول الحكومة استوردت صفقة حامض حلو ب 28 مليون دولار امريكي، ب 28 مليون دولار امريكي صفقة حامض حلو. تلفزيونات يقول تكفي لكل فرد عراقي 4 و3 تلفزيونات. طبعا هنا النقطة الرئيسية والتساؤل الجوهري، منين جت هاي؟ طبعا من ايران حتى يهربوا لها العملة الصعبة تحت هذه الابواب الصرف الغير واقعية. يعني معقولة حامض حلو ب 28 مليون دولار؟ نشوف مقطع سابق للنائب هيثم الجبوري ويتحدث فيه عن
أحد أبواب الفساد في العراق اللي ضيعت أموال العراق. واليوم الجماعة يبشون ويقول لك إحنا احتمال ما عندنا فلوس نصرف كامل الرواتب للموظفين. نشوف المقطع ونرجع لكم. مثلا العقد من العقود 28 مليون دولار حامض حلو. شنو وين حامض حلو هذا 28 مليون دولار؟ بقول أكو مشاكل تلفزيونات. بس مصرف واحد جمعنا التلفزيونات اللي جايبها يطلع لكل عراقي 32 تلفزيون. شنو من بين وزارة التجارة غير من المفترض عندها بيانات اليوم احنا قد نحتاج اسمنت، قد نحتاج سكر، قد نحتاج شاي، قد نحتاج طماطم، قد نحتاج باذنجان، غير المفروض عندها. حتى انا ابو البنك المركزي شو اسوي؟ اشوف الفواتير اللي عندي كل تغطي النقص اللي صار. اما انا مثلا الان اذا تحسب حجم السكر اللي داخل العراق على الفواتير انا حشيتها وعيتها مره ثانيه، دجه وفراغ تصير شيره عسل. عجيب. اي والله بحثك، اذا اشوف حجم الشيش الداخل للعراق يسقف العراق من فاو والزاخو. العراق كله يسقف حتى بعد لا فيضانات ولا تحيرة. مثلا العقد من العقود 28 مليون دولار حامض حلو. شنو وين حامض حلو هذا؟ 28 مليون دولار. بقول اكو مشاكل. تلفزيونات. بس مصرف واحد جمعنا التلفزيونات اللي جايبها يطلع لكل عراقي 32 تلفزيون. شنو من بين كذي؟ وزارة التجارة غير من المفترض عندها بيانات اليوم احنا قد نحتاج اسمنت، قد نحتاج سكر، قد نحتاج شاي، قد نحتاج طماطم، قد نحتاج باذنجان، غير المفروض عندها. حتى انا ابو البنك المركزي شو اسوي؟ اشوف الفواتير اللي عندي كل تغطي النقص اللي صار. اما انا مثلا الان اذا تحسب حجم السكر اللي داخل العراق على الفواتير انا حشيتها وعيتها مره ثانيه، دجه وفراغ تصير شيره عسل. عجيب. اي والله بحثك، اذا اشوف حجم الشيش الداخل للعراق يسقف العراق من فا والزاخو. العراق كله يسقف حتى بعد لا فيضانات ولا تحيرة. مثلا العقد يعني هذا المقطع السابق للنائب هيثم الجبوري صراحة المضحك المبكي، يعني يدعو للسخرية ولكنه واقع مع الأسف. يعني بس الحامض حلو الجماعة جايبينه ب 28 مليون دولار، والتلفزيونات أنا قلت أربعة طلع لكل عراقي يطلع له 32 تلفزيون من مصرف واحد مستوردهن. زين وين هذن التلفزيونات؟ وين هن؟ عدا الشيش اللي يتحدث عنه النائب هيثم الجبوري وصرفيات السكر والسمنت وغيره وغيره وغيره. فأبواب الفساد في العراق هي السبب الرئيسي بضياع أموال العراق، والسبب الرئيسي عندما تنخفض أسعار النفط الجماعة يطلعون ويقول لك إحنا احتمال والله ما نقدر نصرف كامل رواتب الموظفين في الشهر القادم. يعني هذه المشكلة. 17 سنة لو كل سنة يتم جمع مبالغ وكان عندنا حكومة نزيهة صدقوني ما نمر بأي أزمة، يكون عندنا خزين قوي ونكون الدولة ليست فقط معتمدة على النفط، معتمدة على الزراعة، معتمدة على الصناعة. بس هذا مو في ظل هاي الأحزاب اللي جاية تحرق محاصيل الفلاح الفقير البسيط وتقتل الأسماك حتى تستورد من حبيبتهم وولية أمرهم إيران. ما يقدرون، ما يدبروا هذولا، ما يدبروها. 17 سنة وإحنا يوميا، مو كل سنة، يوميا. كان إحنا هاي أزمة كورونا، احنا بدون أزمة عالمية عندنا أزمات يوميا. أزمة الخريجين، أكثر من 100,000 خريج بالسنة وما عندهم وظائف. أزمة النازحين، أزمة المغيبين، أزمة الكثير من هناك من الناس اللي انقطعت رواتبهم. أمور كثيرة يعني تحتاج لها حلقات. معنا اتصال أبو سجاد من بغداد. تفضل أبو سجاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. تحية طيبة ورمضان كريم علينا وعليك إن شاء الله. الله يتقبل وعلى جميع منك. آمين يا رب. والله يا أخت الفاضل يعني نرى من ما نسمع وما نشاهده من أحداث الدور بالعراق أصبح العراق مثال للفساد. الحكومات المتعاقبة اللي تديرها الأحزاب الفاسدة اللي تعمل للأجندة الخارجية. من منبركم نحب نوجه للعراقيين جميع كمتظاهرين، نعم، مسلمين في حرية بالنظر لقوى الأحزاب
بالحاسمة والمسلطة على رقاب العراقيين، عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين المسلمين والعمل على تشويهها نعل ولا خوف أو تجد، سواء إن كانوا راضين أم نقول عما سنقول أو غير راضين، بغض النظر عن آرائهم ومفاهيمهم وتوجهاتهم، هي لا تعنينا أن كانت مع فهم يجلبوا إلى البلد سوى الخراب والدمار والإرهاب والفقر وأضاعوا البلاد وأنهكوا العباد. نعم. اتهمونا بشتى التهم ومنها بالجوف، إلا هم الذين تسارعوا إلى منح الثقة لمكلف الإدارة والإرادة الأمريكي في رسالة سفيرها تعسل لهم أنه شرية جميعهم وبدون امتياز. نعم. نقول لهم ما خرج وما تجد من المطار حالة الحكومة إلى القاء العراقي وعلى رأسها المدعو عاد المنتهي الصلاحية. أنا أعتذر منك أبو سجاد، أكو مشكلة بالاتصال، إذا ممكن نعاود الاتصال، تعاود الاتصال بينا أبو سجاد من بغداد لأن أكو مشكلة الصوت يقطع. معنا اتصال حسين من كربلاء. حسين تفضل. حسين تسمعني؟ نعم. نرجع إلى موضوعنا. طبعا اليوم عضو اللجنة المالية النيابية وهو جمال كوجر كشف عن سببين كما قال يمنعان وصول المنح المالية العربية والأجنبية إلى العراق، وكما قال هما الفساد وتوجهات الحكومة السياسية وعلاقاتها الدولية. جمال قال بأن الكاظمي في حال استطاع إعطاء ضمانات لتلك الدول بأن المنح ستصرف في أبواب محددة سيكون الجميع مستعدا لتقديمها للعراق. صدق مؤتمر الكويت للمانحين 30 مليار دولار، وين هين وين راحان؟ اطوها للجماعة، أكلوها الجماعة، ما تعرف صار السكتة. كوجر طالب حكومة الكاظمي بالمبادرة وفتح حوار مع تلك الدول بشكل مباشر والطلب منهم رسميا بتنفيذ مشاريع في البلاد وبأيدي عراقية كما قال، من أجل خلق حركة ونشاط اقتصادي ينعكس بالإيجاب على المواطنين. اللجنة المالية النيابية أكدت بأن موازنة العام الحالي 2020 ستكون تقشفية وخالية من الدرجات الوظيفية بسبب الأزمة المالية التي وصفتها الخانقة. أنتوا قبل سنين توظيف ما توظفون، إنه بهسه. عضو اللجنة حنين القدو قال بأن أولويات موازنة 2020 ستركز على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وتمويل البطاقة التموينية والنفقات الأساسية. والله عيب يتكلمون على البطاقة التموينية اللي المواطن العراقي ما محصل منها شيء. والله هذا هم أحد أبواب السرقة والفساد اللي دع تسرق أموال الناس. رجح القدو إرسال الموازنة للبرلمان من قبل الحكومة قبيل عيد الفطر القادم، وبيّن بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيباشر بتشكيل لجنة من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء اللجنة المالية لتعديل بنود الموازنة بما يتناسب مع الظروف الحالية الراهنة. معنا اتصال من ديالة. هيثم من ديالة، تفضل هيثم. أستاذ الله يسعدك. أهلا وسهلا بك، حياك الله. أستاذ أنا يوم الخميس عندي 7 جوال وهي شغلتي. نعم يوم الخميس الفوق أستاذ بس أريد أعرف شغلتي يعني شنوان وين تجي. والله العظيم داير. شنو مشكلتك هيثم؟ أستاذ أنا مو قلت لك صار لي فعل هذا من الكواج وهذا من الكواج. ها نعم نعم أنت الجندي المكلف اللي شنو تطراتبك للعامر. اي والله استاذ دايخ هسه اريد دار بشنوان وين ما تجي وين اروح. نعم. اي والله بيك البركه استاذ. الله يسلمك والله يعينك. زين انت ما راجعت الدفاع؟ ما راجعت الدفاع؟ مقر الوزاره ما راجعتها؟ الدفاع. لا والله استاذ. ليش؟ رجال امه الله وكيلك ما ندل الحير من البيت. شلون ربعك يدلوك شيء ما معقوله؟ والله استاذ يعني جندي يجي بلا من فوق اذا مو من قناتكم من شيء.
لازم انت تراجع اخي العزيز، انت عندك مشكله، لازم انت تراجع بنفسك، تراجع الدائره المعنيه مالتك، تفتهم شنو موضوعك، لازم انت تروح ان شاء الله. الله يوفقك ويحفظك. انا اشكرك هيثم نديالة كان معنا. طبعا لجنه متابعه تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، شكور العنوان مالتها، اتهم وهو النائب محمد الشاع السوداني، اتهم حكومه رئيس الوزراء المستقيل عبد المهدي بالتنصل على واجباتها باطلاق التمويل لرواتب المتقاعدين. السوداني قال بان على الحكومه الجديده التحرك السريع لاطلاق رواتب المتقاعدين وضروره تجنيب هذه الشريحه القرارات المجحفه في ظل ظروف جائحة كورونا وشهر رمضان، وأكد بأن الإجراءات الإدارية لم تقدر الظروف المعيشية لهذه العوائل، وعبر عن استغرابه من تنصل الحكومة السابقة وفي اللحظات الأخيرة من عمرها عن واجباتها بإصدار القرار الخاص بإطلاق التمويل لهذه الرواتب. إذن التساؤل الجوهري، كيف سوف أو كيف سيستطيع مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة الجديد أن يوفر رواتب الموظفين في ظل هذه الأزمة، والحديث من قبل نواب والسياسيين بأن العراق غير قادر على توفير كامل الرواتب للموظفين. معنا اتصال محمد من الديوانية. تفضل محمد. أم محمد من الديوانية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا بك، تفضل. خاله قاعد ماكو والله العظيم، درهم ما عندنا، هذا شهر الطاعه والامان، تدري رمضان وصايمين، ما نعرف السبب شنو قطع الرواتب. ماشي ام محمد، انت عندك راتب تقاعدي مو؟ لا، زوجي اوكي، زوجي تمام، ما استلم هذا الشهر. شهر أربعة استلم. لا والله يا يمه، شهر ثلاثة يا يمه، شهر ثلاثة استلم يا يمه. كم شهر صار لكم ما مستلمين؟ والثالث والرابع وهذا الخامس، أربعة أشهر ما استلم. شو يقولون؟ أي والله يا يمه. من تراجعوهم شو يقولوا لكم؟ ماكو إشارة، ماكو إشارة، ماكو بصمة، وعلى هالدار صارنا من شهر الثاني والثالث والرابع وهذا الخامس، وحق أمامك عليك يا يمه. وهذا إحنا الصيام وما ما بحاجة عن درهم ما نملك بيتنا. نعم زين، وداينا منا ومنا على مود عاد نستلم الراتب ونفك العالم. يعني تراجعوهم يقول لكم ماكو فلوس، ماكو فلوس، لا اكو بصمه ولا اكو اشاره، ماكو. نعم يا طوحتنا من رايا يوم اروح لك فدوه يا وليدي. الله يعينكم، بشر لي قشرك لفتين يا يوم ارجع هذا شهر الطاعه يبشرك. الله يعينكم والله. ايوه أيوة. والله هو احنا بدنا نحكي على هذا الموضوع ام محمد، بدنا نحكي على موضوع أيوة الموظفين، موضوعكم المتقاعدين. نعم اي والله يا ما يوفق ابا عبد الله وسيد الشهداء اريد لنا. اي والله الله يسلمك ويخليك. الله يعينك والديك يا ايمن، الله يوفقك يا ايمن. الله يسلمك، الله يسلمك. هلا ام محمد من ديوانيه كانت معنا. حسين من كربلاء، تفضل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. أهديكم أكثر حبيبي، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين عبد القاسم محمد الأخوة في أكابر برنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب. تفضل أخي. بالبداية أول شيء أقوله أنه أحكي كلامي عن المتظاهرين. المتظاهرين طلعت بسبب الضيم والضلايم 17 سنة من سياسات الأحزاب الفاسدة والبائسة، شيء ولا أمريكي شيء ولا إيراني. فتحنا عيوننا على الدنيا وقلنا الحمد لله الله خلصنا من صدام حسين، كان يرجع علينا وينقص وخش. احنا باعتبار عندنا عقلاء ومراجع وناس خبره وتفتهم، كل المطالب مختصرها حكومه عاديه، كلمه عاديه خليها بين قوسين، ما نريد حكومه انه نمبر 1 ولا نريد كل واحد بكسار طبابه رجله لرجل. صايمين 6 اشهر نتظاهر العالم وتاليها تفطر على بصلايه، مستحيل تفطر. الساحات كلها بس انت الرئيس الاخير الرئيس هو مصطفى الكاظمي. نعم مو صحيح؟ لسانها يقول ما تبقى امريكا ومصالحها وايران ومصالحها مقدمه على مصالح العراق. من الرئيس نحكي هسه احنا على مصطفى الكاظمي او في علاوي او في عبد المهدي او في غيره او في الزفي، انت من تجيب لي رجل هو صار رئيس مخابرات بكلاوات والتزييف يشار عنه. زين خليه صار شلون ما كان، شنو اللي سواه الكاظمي؟ هل يا ترى كشف القناصين
كشف قتلة المتظاهرين، كشف اغتيال الناشطين. إذا هاي ما قدرتها شنو اللي قدرتها وهو رئيس جهاز المخابرات بالعراق؟ هاي حتى الجاهل ما يقدر. زين، دولة ما قدرت تحقق مطالب شعبها مرة واحدة. بكتو سداد بخيرات الوطن 17 سنة كافي ما مليتوا. تالي ما تالي تجيبون الكاظمي. ما فكرت شو تقولون لعمر، لعائلة عمر سعدون، أم مهند وأحباب طباء وأحباب ثائر وأحباب أحمد محمد. أحمد محمد اللي خلص عمره وخلص شبابه على أشياء ما تسوى. زين. المتظاهرين لحد الآن قسم تريد تتحرك وقسم ما تتحرك. سبب الولاء اللي له كلمته، لأن دول الناس يريدون وطن. ما يريدون يكونون سبب انتشار هذا الوباء، وإلا كان الكلام يختلف. يبقى شعار نريد الوطن بدون محافظة، بدون تسلط دول ثانية. ولعله أبرز مطالبنا هو مطلب المرجعية اللي قالت الريد انتخابات مبكرة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية. نعم. هاي وحدة. خاف واحد يقول لي أنت مثلاً جاي تسقط أو معلومات جاي يجيبها بكيفك. معلومات أبسط من البسيطة عن مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي إلى أخوه واحد ببغداد، وواحد طبيب، وواحد مهندس. هذا المهندس عديل حيدر العبادي اللي متزوج أخته. وهسه مستشار رئاسة الوزراء. نعم. إلى أخوه بعد حاميين خارج العراق اللي هو قبل فترة تعرض لحمل عملية اغتيال. أو أخته بالسويد. الكاظمي غير موفق بالدراسة بشكل تام، وحتى غير موفق يعني كل ما يجوز نقولها أقل من استحقاقه. راد يكمل هاي الكلية باليونان بس فشل، يعني هو عنده شهادة إعدادية فراد يكمل الكلية باليونان وفشل. عرض للسويد بطريقة غير مشروعة لخته اللي هناك اللي هي السيدة يسرى، أو عاملها بطريقة مو زينة، أو هم شرد البريطانية وانطال جنسية، أو بعدها راح للولايات المتحدة هناك التحق بأحمد الشلبي وقفة طويلة للرجوع على العراق والمنظمة اللي عمل بيها، وبعدين شنو اشتغل اللي أصلاً مهنة مقبلة. نعم. يعني أنت هاي ذكرتها أخي حسين إذا تسمح لي، يعني كل هذه التحديات الميليشيات السلاح المنفلت إن كان عند الميليشيات أو عند العشائر، ودا نشوف إحنا يعني حتى في شهر رمضان الكريم هناك مناوشات ومعارك بين عشائر تصير في المحافظات العراقية، موضوع الرواتب، موضوع التحقيق في قتلة المتظاهرين، الفساد اللي دا يصير بالعراق، يعني ملفات كثيرة لا تعد ولا تحصى، كثيرة جدا. هل يستطيع مصطفى الكاظمي برأيك أنه ينجح في ملف واحد بالعبور به؟ معقولة؟ مستحيل. مستحيل. ليش؟ شنو السبب؟ هو أصلاً جاي عن طريق الأحزاب. نعم. يعني هل من المعقول الأحزاب تسلط على رقابها واحد أنه راح يقصيها بالأخير؟ هو جاي من رحمها، هو جاي من اتفاقاتها ومن خلال تحالفها. شلون هذا راح يطلع عليهم؟ هم باقى الطريقة وباقى الحكاية يقول لهم يقولوا لا اطلع برا حالك حال اللي قبلك. نعم. نعم. أنا أشكرك أخ حسين من كربلاء، كان معنا اتصال. أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لك وتحية لغنان. حياك الله. يا أهلا بك. تحية للشعب العراقي الرافض للعملية الفاشلة حكومة الناقص. بالنسبة وحي موقف هيئة علماء المسلمين المشرف، دائما المشرف هذا الموقف الوطني. بالنسبة لهذه الحكومة، هذه لا تسمى حكومة، هذه حكومة توافق وحكومة غنائم ميليشياوية هي بالتوافق، لا تعني العراق لا من بعيد، وإنما هي استمرار لتدمير العراق. لا تمثل مطلب الشعب العراقي ولا 1% من مطلب الشعب العراقي، وإنما هي حكومة ناقصة من أساسها. التشكيلة وشفناها مهزلتها ليلة الخميس، يعني شيء فظيع، يعني شيء حكومة مساومات، حكومة الحكومة إن شاء الله الحكومة العراقية آتية، لا هي هذه الحكومة، هذه حكومة حكومة إيران وأمريكا، لا تمثل للعراق بشيء. والشعب العراقي لابد ما يثور ويقضي على هذه العصابات الفاشلة، وهي يتوعد ما يسمى بمصر الكاظم بحصر السلاح بيد السلاح الميليشيات، هي متسولة على حدود العراق مع الدول العربية ومع إيران، ولا يمكن دولة أصلا، هذه ما هي دولة استاذ عمر، هذه عصابات المافيات لسلب العراق واستمرار القتل. وتحية لك. حياك الله أبو فيصل من السعودية، كان معنا أبو ياسين من ديالة، تفضل أبو ياسين. حياك الله يا عمر. يا هلا بيك، أهلا وسهلا بيك. الله يبارك بيك. أخي عمر، بالنسبة لسقط الحامض حلو مو للشعب فقط، للرياضات الثلاثة. في زمن سليم الجبور هذا ما يدعي نفسه بالحزب الإسلامي. أما موضوع وزارة التجارة اليوم عمر كمل 15 يوم رمضان
ويومك ماكو حصه، اي مفرده من حصه ما نطالها. اما موضوع الرواتب، احنا المكفوفين المعوقين والعدد اللي حالونا على التقاعد، رواتبنا ما تصل على ولا شيء 500، احنا الادنى 500 بالشهر، واحنا قاعدين بالايجار، وعندنا عوايل، وهذا رمضان، وين دور وزاره الماليه؟ وين وزاره التجاره في هذا الشهر المبارك؟ اما عمر ما الموضوع يطلعون القتلة المتظاهرين، ليش هو هذا الكلام مو من ضمن القتلة؟ وإذا كان مو من ضمن القتلة من مرره؟ مرة حكمته مو معذب القتلة، العامل وغير العامل والقد علي وإنه ما بدهم العفنة، هم اللي قتلوا ضايعهم يطلعون نتيجة، بس أنا قال أسأل نفس إحنا كمتظاهرين عمر، يعني ما تنظر نهوز بالساعة، وما في استجابة، ما في نتيجة، لكن المرة اللي يقول يقتل الحية مراته، راس البلاس الثاني. ومرة قوات الاعتلال 200 مليون دولار هاي المكتب استستان على هذه الدوبة هو استستان رجل المحتال رجل مرتشي يطبق بالاحتلال هو رجل إيراني مو عراقي لو معقول هو يقول أنا إيراني ما يقول بس احنا اخواننا لازم العراقي يطبلون أخي هو يقول لك أنا إيراني أنت ليش تسمع إيراني هذا يا عمر استقبل الله العظيم ما له نتيجة بعد هذا حال الشعب هذا حال هذا الاحزاب اللي مستفيده مستثمره رفعه وغير رفعه يعني هاي ما تاثر على ميزات الدوله بس المتقاعدين نعم بالضبط المتقاعدين هم مشاريع تساؤل جوهري يعني صرف رواتب جماعه رفحه ماشي ما بي مشكله بس صرف رواتب الموظفين المتقاعدين لا بي مشكله لازم يقصون من عنده انا اشكرك ابو ياسين من ديالى كان معنا ابو محمد من بغداد تفضل ابو محمد أبو محمد تسمعني؟ أبو محمد يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو محمد من بغداد مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين ابو محمد من بغداد يعاود الاتصال بنا تفضل ابو محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا كريم علي علينا وعليك ان شاء وعلى الله وعلى كل شريف الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله الله يسلمك شلونكم بخير الحمد لله الله يحفظك ويخليك والله استاذ عمر احنا ما نترجى خير من الحرامين نعم ما نترجى خير من العملاء والخونه والجواسيس ما أنت رجع خير من ذول اللي جابوا المحتل على بلدهم وخانوا بلدهم أو خانوا شرفهم وخانوا عرضهم وخانوا عشائرهم هذول ملة منعولين نعم تطلع عليهم إلى يوم القيامة ذول ما خلوا يعني شياطين يحكمونك مو بشر إيه أنت إذا يحكمك بشر ويخاف الله حتى البركة تكثر بس إذا يحكمك شيطان وعميل وخاين ويحمي الدعارة ويحمي هذا 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 ترجع من عنده خير ويجيب لك خير هذا حتى يفقرك لا أكو زرع يصير ولا أكو مطر ينزل لأن الله سبحانه وتعالى ذول ناس مجرمين يعني هسه حتى أغنى بلد بالعالم إحنا يعني الرواتب ماكو للموظفين نعم ماكو بركة اللي يحكمونك مو بشر شياطين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسول ولا يؤمنون بنبي ولا يؤمنون بولي ولا يؤمنون بإمام ذولا كلهم باسم الدين باقول الحرامي عاشوا باسم الدين هنا يلف عمامه يمك ويطلع بالخارج يلبس أفندي معني اسمعني استاذ عمر أسمعك إيه هنا يمك ولي وهناك يروح يقعد بنص العاهرات بالأجانب يعني هذول يعني بس بالعراق يعبرون لك لواتهم على العراقيين ذول الناس خطيه ذول الفقراء
العراقيين اكثرهم يعني عندهم عاطفه بالدين وعندهم حميه وعندهم احترام لابو الدين، فاستغلوا العالم ذول التعبانين استغلوهم يلبس عمامه وعلى اساس ثاني مؤمن، هو بواد حرامي قاتل مجرم، هم ذول اللي طيروا البركه. مع الاسف. والبركه ما اظن ترجع الا ذول ينزاحون من العراق. أنا أشكرك أبو محمد من بغداد كان معنا. معنا محمود من مخيم الخازر في الموصل، تفضل محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ عمر؟ حياك الله يا أهلا بك. بالنسبة للموضوع الهجرة والمهجرين، إحنا حاليا ساكنين مخيمات الخازر. نعم. ماذا نحصل من الهجرة والمهجرين؟ بس كل شهر غذائية وصحية. سلة غذائية وسلة صحية. نعم. واحنا اصلا كهرباء وطنيه ما عندنا، يعني بالنسبه للقاد عليهم مدى يجينا، يعني يخلص كل اسبوع يضل ثلاث ايام اربع يضل يجينا. ابسط شغلات هذه. نعم. وصفقه الثلج اللي بمليون مليار مليار، ما اعرف ايش يمكن قالها احد الاخوه. ايه. احنا مدى نحصل منهم غير شهر او شهرين بحيث يخلص الحر، تاسع ثامن. يعني مو من بدايه الصيف الى نهايته. ايه نائبة قالت مليار قوالب ثلج صار فيكم، وخمسة مليار علاج نفسي، واربعة وستين مليار موزعين لكم مناجل. استلمت من جل بالله؟ والله استلمت والله. استلمت من جل لو ما استلمت؟ احنا خيام شو سبب المنجل؟ احنا خيام شو سبب المنجل بس فهمني يا. يعني ما وصلكم حتى منجل، ما وصلكم هذا اللي اقصده. حتى لو منجل ما وصلنا بس نعم. بالاسم بالصفقات بس يبقون فلوس من عندنا باسمنا. نعم نعم الله يعين. والله يا اخي حال يعني اكو ناس حالي يرسل يعني ماكو بالاخص بهاي الازمه وماكو لا شغل ولا عمل بالمخيم. نعم طبعا ما تقدرون ترجعون، ما تقدرون تعوفون المخيم لان مناطقكم بعدها مدمره. مناطقنا اولا اكو مدمره واكو ناس بيوتها مدمره ما تقدر ترجع عليها. نعم. اكو عداوات. نعم. سبب داعش وتعرف انت هذه الامور كلها. نعم نعم. يعني هاي الامور كلها. بعد احكي لنا على وضعكم بالنسبه يعني وضعكم الصحي. اكو لجان طبيه تراجعكم شيء؟ وضع الصحي الحمد لله حيل زين ممتاز، ما عندنا اي حاله بالنسبه للكورونا الحمد لله. ما عندنا كورونا ولا عندنا، وضعنا الصحي زين الله يحفظكم. اكو مراجعات؟ اكو لجان طبيه تراجعكم يعني ان كان قبل كورونا او حاليا موجوده؟ اي هو لا بس نفسهم المستوصفات الموجوده، ما جانا احد لجنه خاصه على مود يعني جانا كورونا وفحصات، لا ما جانا احد. من تابعه هالمستوصفات للصحه الامم المتحده؟ والله اكل الصحه واكل الامم المتحده. نعم زين. بطاقه تموينيه دعت تستلمون بطاقه تموينيه المنظمه الكويتيه؟ نعم. لا ماكو، ما الناس ما تستلم التموينيه، هي ايش فيها التموينيه؟ اربع مواد ومعي ما يصمنا منها كل شيء. نعم زين. لعد بس فقط الطحين ايه؟ وجزء مال من شهر الرابع بس، ما ذيك السنه اللي استعدي السنه كلها نطلبهم اياه ماكو. زين الهجره ايش تعطيكم؟ ذكرت بالبدايه سلات غذائيه يمكن؟ فقط بالشهر سله غذائيه. شو بيها هاي السله الغذائيه؟ بيها كيس تمر 5 كيلو، كيسين فاصوليا، عدس، ثلاثة بطل زيت. شو يكفن ذني؟ والله يا اخي شو يكفن يعني؟ اكو ناس يعني تبيعها يعني هاي. نعم. تشتري مواد مكانها. طحين ماكو. زين منظمات انسانيه تجيب لكم مساعدات؟ اي لو ما المنظمات الانسانيه شويه تساعد، ترى هذا الغذائيه كل شيء ما تسوي. طبعا اكو منظمات بين فتره وفتره يجيب لنا شغله من طحين نوبات يجيبون. اكو فلوس. نعم. قبل هذيك السنه تقريبا انطونا ورقتين كل كود عائله يعني كل خيمه. الله يعينكم، الله يعينكم والله يفرج عنكم وعن جميع النازحين. أنا أشكرك أخي محمود من مخيم الخازر في الموصل كان معنا. أبو سجاد من بغداد يعاود الاتصال بنا، تفضل أبو سجاد. الله يسلمك دكتور. الله يسلمك ويخليك ويحفظك. والله يا دكتور يعني موضوع حلقتكم هو واقع حال يعني، وكل ما يحصل من 2003 ولحد الآن يعني هاي الأحكام الحكومات المتعاقبة اللي تديرها الأحزاب السلطة
الفاسده نخرت البلاد وانهكت العباد بكل وسائل الفساد اللي غلغلت بكل مؤسسات الدوله وبانتشار فصائلها وميليشياتها وعصاباتها ومافياتها على الصعيد مؤسسات الدوله وعلى الصعيد الواقع المجتمع العراقي. لذلك نرى انه النقطه الاساس حتى يخلص العباد من هذه الطغمه الفاسده هو الشروع بالقضاء العراقي بمحاكمه قتله المتظاهرين اولا، للشروع بهذه الاليه وبهذا العنوان سيكون الهدف والطريق الصحيح للقضاء على هذه الاحزاب وعلى هذا الفساد، وليكون للباغي عبره للاخرين. نعم. يا اخي انهكوا، انهكوا الناس بكل شرائح المجتمع على مستوى الكفاءات، على مستوى الناس الفقراء، على الناس المضطهده، على الموظف، على الكاسب، على العامل، ومن السيء الى الاسوء. ولا يرتجى من هذه الحكومه ولا احزاب السلطه اي خير لعمالتها للدول الخارجيه، لعمالتها للدول الخارجيه. فمن منبركم ندعو كل العراقيين الشرفاء للتركيز على الدعوة إلى محاكمة قتلة المتظاهرين، ففيها كلمة الحق وكلمة الفصل التي ستكون هي الفيصل يعني بيننا وبينهم إن شاء الله، القضاء عليهم والقضاء على فسادهم. نعم. أنا أشكرك أبو سجاد من بغداد كان معنا. أبو كريم من الفلوجة، تفضل أبو كريم. أبو كريم تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا أخي العزيز، احنا ملينا وملينا من هاي الحكومة، اليوم صارت 14 سنة. نعم. هي مظاهرات وثورة من صارت ساعتها لهذا اليوم. نعم. أسمعك أستاذ. تفضل. أنا داعش أقول لك اليوم 17 سنة هي مظاهرات وذبح وقتل. احنا ما بدينا شيء يا أستاذ. نعم. ما بدينا شيء غير ندعي من الله وكورونا تخلصنا من هاي الحكومة الظالمة. نعم. وياي. وياك اسمعك. اي السائل العزيز، والله ما بدينا شيء، احنا لو نطلع بينا الخارج الدول لازم نسوي شارة احنا هنا. نريد من هناك الصحافة مالتنا. احنا نريد صحافة من هناك تفتر على الدول هاي تخلصنا من هاي الطقمة الكافرة، هذول كفر عمي. يوم شرطة ويوم دواعش ويوم أحزاب ويوم إيرانيين ويوم أمريكان، يجوا لك 14 بدل حاطة بالجنطة مالته، يقولوا له حد داعش ينزل داعش، يقول له يلبس بدلة مال شرطة يلبس بدلة مال شرطة. هذه ما تخلص هاي القوانة إذا ما الشعب العراقي من هناك الخارج مو بالداخل العراق. من هناك سوون حل، من هناك سوون حل، انطوا النفط انطوا الدنيا، احنا نريد نخلص من هاي الحكومة. بس واحد يظل بكرامته يا أخي، يا اخي ملينا والله العظيم. احنا اشترينا اسلحه قبل قاتلنا، حتى اولادنا راحت، ما ظل عندنا احنا شيء هنا داخل العراق، ما ظل عندنا. لا الثوره تجيب ايران، جايبين ايران، جايبين بريطانيا، وجايبين امريكا، وجايبين اسرائيل، وجايبين ايران، يعني ما مخلين دوله قدر انها دابين على الشعب هذا. شوف يقتل بالمسدس، يقتل بشر، انت تعتب عليه هذا بالمظاهرات بالعين وغات يطلع، ما يطلع لو بقاذفه لو بصاروخ الله تخلص عليه، كله يلا تخلص، لو احنا لو هم سوينا شارع برا ما نقدر نطلع، ما نقدر نطلع برا. انا لو عندي مجال اطلع برا يخلوني اطلع، لو اشيك على هذا ابو امريكا، اشيك على ابو اسرائيل، اشيك على الدنيا واخلص هاي العالم. الله يعين، الله يفرج، الله يفرج ان شاء الله ابو كريم. أنا أشكرك، الله يعينكم، الله يعينكم، إن شاء الله الله يفرج عن الجميع. أنا أشكرك أبو كريم من الفلوجة كان معنا. رسائل واتساب، إذا كل من يجي من السياسيين يحكي على الفساد لعد دورهم بالدفاع عن الوطن، وين لو بس قاعدين يتفرجون كلهم أتباع وكل شيء قاعد يصير أمام أنظارهم، لعد من الفاسد يقول أبويا لو نصب الحرية. رسالة يقول السلام عليكم، والله ما نشوف خير من هذه الحكومة، والله يحفظ شباب العراق. أبو زكريا، السلام عليكم. عن بالنسبة لرواتب المتقاعدين شنو معناه من قطعوهن؟ كان استحوا، خلي يشوفون الدول انطت لشعوبها، هو المتقاعد ايش عنده غير الراتب؟ هم لو يكفي
يذبهن على الأطباء وعلى الصيادلة، بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم أخي عمر، كل هاي الأموال اللي مصروفة على الحامض حلو والمناجل والدواء من أجل تعبير هاي الأموال إلى إيران، لأن عليها حصار بالفعل، وإيران ما تقبل على أي صناعة أو زراعة في العراق. هل يسمع الشعب العراقي وين دا تروح أمواله في العراق؟ ما يتعافى إلا نتخلص من هاي الحكومة، لأن مهيمنة على الشعب، ما يهمهم الشعب، همها إيران. رسالة تقول: السلام عليكم، أريد أعرف الراتب التقاعد إيش وقت؟ صدق باكر والله تعبنا، صاحبين أيتام، والله أختي ما نعرف بالضبط إيش وقت راح يوزعوها. عباس من الناصرية يقول: السلام عليكم حكومة الكاظمي، هل حكومة الكاظمي قادرة على حصر السلاح بيد الدولة، وهل قادرة على محاسبة ومحاكمة قتلى المتظاهرين؟ شكرا لكم يا قناة الشعب. طبعا بالدقيقة الأخيرة كذلك يطرح تساؤل مهم: وين الأموال التي خصصت على أساس من عام 2016 و17 ولغاية الآن لإعادة إعمار المدن المدمرة ولتعويض الناس؟ مو على أساس يعطون تعويضات للناس، اللي حصلوا تعويضات هم السياسيين في تلك المحافظات، أصحاب النفوذ، أما بقية الناس، العوائل الفقيرة اللي ما عندها واسطات، لغاية الآن ما حصلت أي تعويض عن مدنها المدمرة، ولم يعاد بناء هذه المدن المدمرة. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.